إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أركان الإيمان التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكاثرت فيها النصوص الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. والإيمان بالقدر، لا يصح الإيمان العبد حتى يؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء، وأن ما يصيبك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني ما هو مكتوب لك ستصيبه ويقع، وما لم يكن مكتوبا عليك فلن يصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الإيمان بالقدر معاشر الأحبة مبني على أربعة أمور. الأمر الأول أن الله تعالى يعلم كل شيء، وأن الله تعالى كتب كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يعني كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذان أمران مهمان. ثم أن الله تعالى شاء كل شيء، لا يقع شيء في ملك الله إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم الأمر الأخير أن الله تعالى خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ليس هناك شيء سوى الله إلا وهو مخلوق. هذا أمر واضح لدى الجميع. يبقى هنالك تساؤلات حول القدر. فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام مرة على أصحابه وهم يتنازعون ويتخاصمون في القدر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه وقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هلك الذين من قبلهم لما دخلوا في مناقشات لا يقدر العقل على إدراكها، لأن القدر سر الله تبارك وتعالى. أن تؤمن بالقدر أصل من أصول الإيمان، وهذا أمر واضح في الإيمان بأن الله تعالى يعلم كل شيء، وأن الله تعالى كتب كل شيء ويشاء كل شيء وخلق كل شيء، أمر واضح. لكن أين الإشكال الذي يقع عند الناس؟ الذي يقع عند الناس غالبا أنهم يتساءلون عن كيف نجمع بين كون الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء وكتب كل شيء، ثم أمر ونهى ويجازي ويعاقب، يجازي على الأمر ويعاقب على الترك. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ ثم أمر آخر هو الدخول في حكمة الله تبارك وتعالى، ولماذا يرفع هذا ويضع هذا ويرزق هذا ويمنع هذا. هذان الإشكالان الخطيران اللذان لا ينبغي للمؤمن أن يقحم نفسه فيهما.
أما الأمر الأول فواضح، وردت النصوص في هذا. كيف نجمع بين أن الله تعالى كتب كل شيء وأمر ونهى، ليس هنالك تعارض بينهما؟ فكون الله تبارك وتعالى كتب كل شيء وعلم كل شيء لا يعني أنك مجبور على ما تفعله، وأنك لست مختارا فيما تقوم به. فالله تعالى أضاف المشيئة إلى الإنسان، وأن الله أن الإنسان عنده مشيئة وعنده قدرة على الفعل. وما تشاءون، وقال فمن شاء، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فعندك مشيئة، عندك قدرة على الفعل، وأنت مختار، وهذا أمر فطري. لا أحد يجبرك على أن تقوم أو تجلس أو تصلي أو تترك، هذا مسؤوليتك أنت. لكن الله تعالى علم ذلك منك، وأنه سيقع أو لا يقع، فليس هنالك تعارض بين الأمرين. ثم أمر آخر، ما قدر الله تبارك وتعالى في الكون وأنه سيقع، لا يلزم منه أن الله تعالى يعني أذن به، لكن لا يعني ذلك أن الله تعالى يحبه. فكل شيء في المخلوقات مخلوق من الله، وهو بمشيئة الله، وقد يكون فيه ما نسميه نحن شرا، لكنه عند الله تبارك وتعالى ليس كذلك. ولذلك لا يضاف الشر إلى الله، كما كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. لا نضيف الشر إلى الله تبارك وتعالى، لأن فيه في كل ما خلق وفي كل ما شاء في كونه ففيه حكمة بالغة يعلمها هو سبحانه وتعالى. ثم الأمر الآخر، وهو الدخول في مشيئة الله تبارك وتعالى. ولماذا يختار الله تبارك وتعالى أقواما دون آخرين، ويعطي أقواما دون آخرين، ويمنح هذا ويمنع هذا، ويرفع هذا وينزل من قيمة هذا، أو يعطي هذا الأولاد ويمنع آخر؟ الدخول في هذا يعني حماقة للعقل، لأن الله تعالى وسع كل شيء علما. وأنت إذا تأملت في حياتك اليومية، بيتك ممكن أو مشروعك التجاري، وأنت لا تدرك كل ما فيه ولا تحسن التصرف فيه بالشكل الأكمل، فما بالك بالله تبارك وتعالى، وهو الذي يدبر أمر الخلق من أولهم إلى آخرهم، ويرزق الجميع ويعطي الجميع، ويتصرف في الليل والنهار والشمس والقمر والإنسان بكل بهذه الأعداد الهائلة. فأنى لك أن تفهم حكمة الله تبارك وتعالى في تدبير خلقه؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل هم يسألون. أنت لست مسؤولا عن فعل الله، وإنما مسؤول عن نفسك، وستسأل عن ذلك يوم القيامة، وأنت مكلف ومجازا عما تقوم به. أما الله تبارك وتعالى فلا يسأل عما يفعل، فهو الحكيم العليم. وضرب الله أمثلة في الكتاب وفي السنة عن ذلك. ولو تأمل الإنسان في الخلق وفي الكون، وكيف الله تعالى يدبر خلقه، لعلم ضعفه وقيلة حيلة. يرجو يا إخوة أن يتقدموا ويتزاحموا، هناك إخوة واقفين في الخلف، بارك الله. فإذا تأملت في خلق الله تبارك وتعالى، في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، لما خلق الخضر السفينة وهو في ظاهره شر، وقتل الولد وأقام الجدار، كان ظاهره ليس فيه خيرا، لكن في باطنه الرحمة وفي باطنه الحكمة. ولو تأملت في يوسف عليه السلام، وكيف رمي في غيابة الجب، فالتقطه أقوام وانتهم ودخل السجن، ثم يخرج من السجن ويرفع الله تعالى مقامه، ويصبح على خزائن الأرض كوزير مالية عند فرعون. وإذا تأملت في حال النبي عليه الصلاة والسلام، ولد يتيما ونشأ ضعيفا، ثم اضطهد لما دعا الناس إلى التوحيد وقام بالواجب، من كان يظن أن أمره سيظهر بعد ذلك وينصره الله ويصبح نبيا متبوعا
في 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 التاريخ إلى يوم الناس هذا، وتعاليمه موجودة ومطبقة في الناس، من كان يظن هذا؟ هذه حكمة الله تعالى في الخلق. قد ترى أمرا تظنه شرا وتظنه ليس هو كذلك، وخصوصا بعض الناس يدخل في 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 كيف أن بعض الناس يعني رفع في مقام ما، أو أوتي وظيفة ما، أو بسط له في رزقه، أو يسر له في أمر زواجه، أو غير ذلك من الأمثلة، ويقول وهو لا يستحق، وهو كذا وكذا. أأنت تقسم رزق الله؟ أأنت تقسم رحمة الله في الخلق؟ كلا، فإن الله تعالى يضع الشيء في محله، وهو الحكيم الخبير. قولوا ما تسمعون واستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Then brothers and sisters, it is a part of the pillars of faith to believe in the predestinate, whether it is good or bad, as reported in hadith of Jibreel عليه السلام. This pillar of faith covers four things that every Muslim has an unbreakable conviction about. The first concerns the fact that Allah subhanahu wa ta'ala knows everything and that nothing is beyond His knowledge. The second is the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has written everything in a book. Allah subhanahu wa ta'ala says, Allahu khaliqu kulli shay'in la ya'zubu anhu mithqala dharratin fis samawati wa la fil ard. Allah is the knower of the unseen, not absent from Him is an atom's weight within the heavens or within the earth, or what is smaller than that or greater, except that is in a clear register. The third point is that nothing is outside the divine will. Allah subhanahu wa ta'ala say, and you do not will accept that Allah wills. Indeed, Allah is every ever knowing and wise. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. The fourth concerns the fact that everything other than Allah is created. Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah is the creator of all things, and He is over all things, disposer of affairs. These four points form our belief in the predestination, al-qadar. Like the other pillars, this pillar concerns the world of the invisible. Allah has informed us of this, and we adhere to it with faith and submission. And we know that Allah knows, and we don't know. And that He puts everything in its right place, because He is the wise, the just, the beneficent, subhanahu wa ta'ala. Whatever people are asking questions about the predestination, even the Prophet alayhi salatu wasalam companions radiallahu anhum have asked themselves these questions. The Messenger of Allah alayhi salatu wasalam came out to his companions when they were disputing about the divine decree, about the destination. And the Prophet alayhi salatu wasalam was angry. He said, have you been ordered to do this? Or were you created for this purpose? You are using one part of the Quran against another part. And this is what led to the doom of the nations who came before you. What is not allowed here is not to understand what it means to believe in al-Qadr, but rather the fact of opposing certain things. For example, if Allah subhanahu wa ta'ala knows everything is written, why ask us to do certain things and not to do other things? At-takleef. The answer, dear brothers and sisters, is very simple. The fact that Allah subhanahu wa ta'ala knows everything does not mean that He is forcing us to do something. Allah subhanahu wa ta'ala has clearly stated in the Quran that we have choice. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. And say, the truth is from your Lord, so whoever wills, let him believe, and whoever wills, let him disbelieve. We have a will and ability for which we are responsible, and Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like being disobeyed. And a verse from the Quran summarizes this, when Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. If you disbelieve, indeed, Allah is free from need of you, and He does not approve for His servants disbelief. And if you are grateful, He approves it for you, and no bearer of burdens will bear the burden of another. Then to your Lord is your return, and He will inform you about what you used to do
indeed his knowing of that which is within the breast. In fact, of justifying the disobedience of one's Lord by predestination is the argument of the mushrikeen. Allah subhanahu wa ta'ala says, سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Those who are associated with Allah will say, if Allah had willed, we would not have associated anything, and neither would our fathers, nor would we have prohibited anything. Likewise did those before the night until they tasted our punishment. Say, do you have any knowledge that you can produce for us? You follow not except assumption, and you are not but falsifying. The second thing, want to understand the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala with will. Allah subhanahu wa ta'ala gives, puts us in situations, saves us from others. Some have children, some do not. Some are rich, some are not. Wanting to interfere in the divine will and judge the divine will is a great danger. Allah subhanahu wa ta'ala says, لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. He is not questioned about what he does, but they will be questioned. Nothing that Allah subhanahu wa ta'ala has decreed is evil in its purpose. Even if it appears to be evil in appearance, examples in the Quran are clear on this. Example of Khidr with Musa alayhi salam made a gap in the boat. It's evil on first appearance, but there was a positive thing behind it. Who would have known that Yusuf alayhi salam had to go through prison to be charged and then become an important person? We would have known. Who would have known that the Prophet والسلام, an orphan, poor, persecuted, could become the most respected man in the world, and that these teachings are still alive among us? The will of Allah subhanahu wa ta'ala escapes us. His wisdom escapes us. We just ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the best, to facilitate us the good, and that He admit us by His mercy into the ranks of the righteous servant. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هناك أحد الإخوة المصابين يطلب منكم الدعاء لمشكلة أصابته في عائلته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنه وعن جميع المسلمين. وأقم الصلاة.